اهلا بحبايبنا اللي بيتفرجوا على برنامجنا نفسنا. برنامج نفسنا الاجمل والاقوى والاشهر برنامج في الشرق الاوسط تمن. وحلوه تمن ايه تمن دي؟ يعني تمن كلا لا دي يعني لغه عربيه تمن دي؟ لبنا دي لغه عربيه؟ لسه هشرحها لك بعدين. واهلا بجمهورنا اللي بينفسن معانا في الاستوديو التحليلي. اهلا تحليلي؟ قال لي عندنا ماتش كوره حضرتك هنا نازلين نحلل. اهلا بكابتن شلبي الشهير بشيمو. اهلا 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 ببطله العالم في النحنحه هيدي كراميلا. اهلا حضرتك ازيك؟ كراميلا بيسلم عليكي على فكره. حلقتنا النهارده لذيذه ومثيره ومشوقه وبنتكلم فيها عن في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن حاجات مهمه لصحتنا وبننسى صحتنا وبنجري نجيب اكل دليفري وبنجري نجيب اكل من بره. ايه علاقه الرجوله بالفلوس؟ الراجل ما بيتقيمش بالفلوس. انت راجل باخلاقك بكلمتك بمواقفك برجولتك مش بالفلوس اللي في جيبك. لقاء مع الممثل الشاب حسام الجندي. ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي. فحبيبتي دي ممكن هي تفهمها انا حبيب هيبقى انا حبيت مصر كلها. اول فقره معانا حاجات مهمه لصحتك. احنا دايما بننسى الوقت وبننسى صحتنا وبنجري نجيب اكل دليفري وبنجري نجيب اكل من بره ونجيب لنفسنا وجع البطن. ماشي تمام، احنا شغلنا بيحتم علينا ان احنا معظم الوقت بناكل من بره، لكن برضو نعرف ايه الحاجات المهمه والحاجات اللي بتنفعنا قوي لصحتنا. اهم حاجه في الحاجات دي لازم تكون موجوده في البيت على طول زيت الزيتون، وممكن كمان نستخدمه بدل الزيت العادي اللي بنستخدمه في البيت. ده عشان نحطه على شعرنا ماسكات. بصي بيعمل كل حاجه، زيت الزيتون للاكل وبتعالجي بيه امراض كتيره جدا لانه مفيد قوي للقلب كمان. لحظه بس، برهه. اتفضلي. طب حضرتك يا استاذه وتمن تمن برهه دي صح، لكن تمن دي انا اشك. بس ما علينا مش موضوعنا. حضرتك طبعا في فقره حاجات مهمه لصحتنا، ما تعرفيش ان زيت الزيتون مهم جدا جدا انك تحطيه في الاكل بدل الزيت العادي؟ ده بيتحروق في الاكل، الاكل يتعمل بالسمنه البلدي او الزبده السايحه، ايه دخل زيت الزيتون في الموضوع؟ طب انت هتقعدي الفقره دي مستمعه. زيت الزيتون ده بيتعمل بيه، نعمل بيه حمامات شعر، بتعمل بيه حاجات تانيه للبشره الجميله بس. لكن ما بيتاخدش مع الاكل. ما بيتاخدش. ما بيتاخدش. لا ممكن تحطيه على السلطه. تحفه. السلطه يمكن طليت ماشي. لو كلت سلطه اصلا. طب يعني ماشي انت شغاله في السمنه الفلاحي تمام، بس ما يمنعش برضه ان انت تستخدمي زيت زيتون لانه هيعالج جواكي انت كبني ادمه جوه. انا جوايا حاجات كتير. انا جوايا بني ادمين كتير بيمشوا. البني ادمين اللي جوه دول هيتعالجوا بجد؟ ويروحوا؟ لا هيفضلوا قاعدين جوه. طب يبقى خلاص يعالجهم ليه؟ يقعدوا بمرضهم. ما عندناش ناس تتعالج. طيب حاجه مهمه قوي قوي غير زيت الزيتون طبعا، وشيماء هتسد ودانها ومش تسمع الكلام ده عشان الكلام ده مش كويس عشانها وهيتعملها اعصابها، المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه من اكتر الحاجات اللي ممكن تضرنا في حياتنا. بتشربيهاش؟ ابدا. برافو عليكي والله العظيم. بجد ما بحبهاش. اه والله صدقيني فاجئتيني مفاجاه ساره. اه والله ماليش خالص فيها. لانها فعلا فعلا كم السكر اللي بتاخدوه، كم الالوان الصناعيه. انا بقرقش السكر لوحده. انت بتاخديه مركز زي الحصان. مش زي الحصان بقرقش لوحده، لكن اخده بقى في مشروب ليه؟ وانا المشروبات دي ما ناكل السكر واشرب ميه. هشاشه في العظام ونسبه سكر عاليه جدا. انت عارفه كمان انها كمان ممكن تعمل تسحب الميه من الجسم لان هي فيها نسبه كافيين، والكافيين عموما خصوصا الملونه الكافيه عموما القهوه بيسحب ماده الكافيه بتسحب الميه من الجسم. بمناسبه الميه دي بقى، شرب الميه كمان مهم جدا طبعا، حتى لو لترين في اليوم، بس ما ننساش نفسنا في شرب الميه. ده قليلين. انا عايزه اقول لك ان في ناس ما بتشربش نص لتر في اليوم. اه بينسوا. او في بيبقوا بره البيت وما بيقدروش، هيروحوا التواليت فين؟ فبيضطروا يقولوا خلاص مش هنشرب. او بيشربوا مكانها. بيشربوا مكانها بقى حاجات كده، مشروبات غازيه. اشرب يا بدر. حاضر. عشان ما ننساش كلنا عشان الميه البشرتة الحلوه. اشربوا ميه. ساعات بقى بيعوضوا الميه بمشروبات غازيه، يبقوا عطشانين فبدل ما يشربوا ميه يشربوا اي حاجه غازيه، او يشربوا عصاير من اللي هي مصنعه اللي برضو فيها سكر وفيها مواد صناعيه وفيها فليفرز مش طبيعيه.
وفيها بكتيريا جوه العلبة كلنا شفناها في الفترة الأخيرة. في بكتيريا جوه العلبة؟ في علب كتيرة طلعت بايظة. شكرا يعني. شكرا لكل علب ومصانع العصير. شكرا جدا. وكمان عايزه اقول لكم ان اكل الفاكهه مهم جدا، ومحدش يقول لا اصلا انا بشربها عصير. لا، الفاكهه لما بتتعصر بتفقد كتير قوي من الفيتامينات بتاعتها. طب ليه بقى؟ نفسي اعرف بقى ليه. لا، لما بتعصريها في البيت وبتشربيها على طول لا، لكن لما بتقولي هشرب هجيب عصير جاهز من السوبر ماركت واشربه ما فيهوش حاجه غير السكر اللي فيه مواد حافظه طبعا، لكن العصير بتعصريه في البيت لا. ما كاني اشربها برده لما بتقشريها وبتزوديها، عشان لما تحط في الخلاط مش هتبقى لوحدها، اكيد بتزوديها لبن، بتزوديها ميه، فبتفقد فيتامينات. ايوه، اصلا انت عارفه ان انت لما بتشربي عصير طبعا بتدخلي جسمك كم كالوريز او سعرات حراريه اكتر كتير من لما بتاخدي الفاكهه كده لوحدها، زي ما لانك بتزودي ممكن عليها عسل، سكر عشان تديها طعم، مش عارفه ايه. وبعدين كوبايه عصير البرتقال دي فيها مثلا بتاع 4 برتقانات، في حينك لو اخدتي برتقانية واحدة هتاخدي فايدة كويسة وهتاخدي عدد اكيد سعرات حرارية اقل. يعني اكل الفاكهة لوحده اهم من العصائر. قشطة. والشوكولاتة كمان يا جماعة، الشوكولاتة دي مهمة جدا لصحتك، مع تاكل قبلها فتة الكوارع هتديك مفعول جميل. طب بس انا عايزة اقول حاجة، انت عارفة ان الشوكولاتة اللي هي دارك شوكلت دي مفيدة جدا 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 للقلب، ومفيدة جدا جدا للجسم، وتعتبر انتي ديبريسنج جامد قوي، يعني مضاد للاكتئاب جامد جدا. والوايت شوكليت برضو انتي ديبريسنج لاي حاجة تضايقك في الشغل. غلط. تضرب شوكولاتة بيضة تلاقي نفسية ضربت في تطلع حبوب. وماله؟ عشان كلها سكر ودهن ودسم. ما انت عندك حبوب اهو. ده من انت كلتي وايت شوكليت؟ لا، ده من العصبيه يا روحي. ليه متعصبي؟ ليه بتجيزي؟ طيب لحد ما مشاكلنا تتحل مع هيدي وشيمو نطلع فاصل هحل مشكلتهم. ما قلتش حاجه مهمه. هي عماله تقول حبوب وبتجز، انا مال انا. طب يا جماعه عايزه اقول حاجه مهمه بس، عشان ما اقدرش اختم فقره حاجات مهمه تعملها لصحتك، غير لما اقول لكم انكم لازم 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 تلعبوا رياضه او تمشوا. حتى لو مش هتقدروا تلعبوا رياضه، لازم على الاقل تمشوا كل يوم نص ساعه. في ناس بتتخيل ان الرياضه بتاخد من طاقتك وبتهد حيلك، بالعكس، انت لو عندك ارهاق او تعبان لو مشيت شويه على الاقل نص ساعه في اليوم هتلاقي هتحس ان انت فريش وعندك انرجي، وهتحس بالعكس كانك نمت وقمت فايق. بعد الرياضه تضرب مكسرات فستق كاجو سوداني، وبعدين تروح ضارب لك سندوتش كده بطاطس على بيض على فول، ده اسمه ديناميت، وتروح داخل نايم يركز السندوتش في كرشك، تصحى ايه عامل دماغ ديناميت. اختامي يا بدريه ارجوكي، طلعونا فاصل لحد ما نشرب كوبايتين ميه يظبطوا لنا الدنيا كده، نعمل اللي بشيت بشربه بعد. ورجعنا لكم بعد الفاصل لعلاقة الراجل بالفلوس. الراجل والست في الدنيا دي الراجل والست في الدنيا دي كل واحد ربنا خلق كل واحد ليه مهام. الراجل بقى في الدنيا دي مهامه ان هو ياخد باله من الست، يصرف عليها، ياخد باله من ولاده، يصرف عليهم ويكبرهم ويجوزهم ويعلمهم. فبالتالي الراجل مرتبط بالفلوس طول حياته، عنده هوس كده، الفلوس هتخش قد ايه، وهصرف قد ايه، وهتكفي ولا مش هتكفي، وهقدر ولا مش هقدر. فعلاقه الراجل بالفلوس في حياته معقده جدا وبتاخد اشكال مختلفه. ايه هي بقى اشكال العلاقه بتاعه الراجل بالفلوس؟ قولي يا شيماء اشوفك كنت مركزه ولا عماله تلعبي، اتفضلي. علاقه الراجل بالفلوس زي علاقه الست بالنفوس. قوس. وبياخد الفلوس يديها للعيال ياخدوا دروس. ادي في نقطه. في تاني علاقه من طرف واحد، يعني حبه عين ام الراجل بيحب الفلوس جدا وهي مش بتحبه، مش عايزه تجيله، هي حره براحتها، عايزه تروح لراجل تاني روحي، مش عايزه تجيلي براحتك، فقري راجل فقري. وفي راجل يا عيني يا حرام يا حبه عيني شايف الفلوس بتعدي من قدامه، يعني يقبض الفلوس ما يلحقش يمسكها يا حرام، ويشم ريحتها ويحطها في جيبه وتدفيه لما تلاقي الفلوس دي طلعت كده وراحت، درس، مصاريف بيت، اكل وشرب، لبس الولاد، مش عارفه، مش عارفه العربيه بايظه. الكام شهر الجايين دولت في مرتب هيجي رمضان ويخلص،
في مرتب هيجي للعيد الصغير ويخلص طبعا، في مرتب هيجي للعيد الكبير ويخلص، وفي ولادة وفي مدارس وفي بعد قبل في العيد الكبير في المدارس. من شهر رمضان يعني من شهر 6 لحد شهر 10 عرض مستمر، كل شهر في مناسبة يحبت عين أم الراجل أو الست بقى الله يعينهم إذا كانوا الاتنين بيشتغلوا، إذا كان الراجل هو طبعا أنا أمه فحبيت شفت الصدق. وبعدين الحمد لله وإما بنعمة ربك فحدث، إحنا معانا وربنا كرمنا بجد والله والله والله. أنا بقعد أفكر الناس اللي مش بيبقى معاها دي أو بيبقى مرتبها يا دوبك بتعمل إيه. ربنا بيكرمهم يا رب، مش هقدر اقول الا كده. في رجاله بقى كتير كده يا حرام مطحونه، القرش بيخش قبل ما يخش بيكون اتصرف لا ضعفه يعني ما بيلحقش، فدي علاقه يا حرام حزينه بين الراجل وبين الفتاه، ما بيبقاش عارف ان هو ازاي الدخل بتاعه مثلا جنيه واللي بيصرفه 2 جنيه ما بيبقاش عارف ازاي. وفي بقى علاقه سافله وقله الادب وقذره، علاقه اللي هي بتاعت الراجل اللي على طول الفلوس بقى بتجيله ومخليها باشا كده وسيد وقاعد يصرف الفلوس دي على الستات، دي علاقة لا ده حسبي الله ونعم الوكيل في أمه. طب في أمه ليه؟ ما في هو في بقى راجل الفلوس بتجري وراه وهو عادي ده التقيل مش فارقة معاه، مش فارق معاه ده بقى يعني إيه، حاجة من الاتنين، يا إما اتربى على الشبع إن هو الفلوس وجودها عنده ده أمر طبيعي، يا إما اتربى على المربى، يا إما الشقي قوي لحد ما جت له فابتدى يبص لها ان هي جات له بعد تعب مثلا. يعني مش عارفه احلل الراجل اللي هو زاهد في الفلوس، اللي زاهد في الفلوس انا اعتقد يا بدريه اللي زاهد في الفلوس دي بتبقى طبيعته. في ناس زاهده يعني بطبيعتها ما عندهاش تطلعات في حياتها، مش انها ما عندهاش طموح لكن ما تتمناش مثلا يبقى عندها عربيه فارهه. طب انا عندي مشكله بقى اني انا ما بحبش الفلوس بجد والله، ولما بيجيني فلوس ما بخليهاش معايا، بتصرفيها على طول او بتديها؟ لا يعني مثلا الولاد يشيلوها، مصطفى ياخدها يوديها البنك، او لا والله ولا بعرف احوش ولا بعرف اصلا امشي بشنطتي فيها فلوس واروح بيها البيت لاخر قرش لازم ده يتصرف. انا ما بحترمش الفلوس استغفر الله العظيم، يعني ربنا يسامحني والله. انا من النوعيه اللي بتحترمش دي الدنيا الله. في بقى في بقى ناس لسه في نوع انا هقول قولي طيب ما في نوع انا هقول انت من انهي نوع يا شيماء؟ قولي انا من النوع اللي بصي يعني مش عارفه يعني مش عارفه من اللي احنا قلناهم دول مش شايفه حاجه، بس النوع اللي بحس ان الفلوس يعني مش بحس هي الفلوس رزق، فبحس ان الفلوس امان شويه يعني انه هي لو انت مثلا تعبتي او لا قدر الله حد من عندك في البيت مثلا تعب هتقدري يعني لو معكيش فلوس مش هتقدري تساعديه، لو انت محتاجه حاجه وما جبتيهاش هتبقى في نكد. انا من النوع اللي بحب اعيش مرفه شويه، يعني ما بعرفش اعيش في الحياه يعني ما اعرفش يبقى نفسي في ما اعرفش. ما تديش الفلوس مثلا لغيرك هو اللي يصرفها؟ لا بقول لك ايه، بصي انا ما بينفعش يبقى معايا فلوس خالص، انا لو خدت النهارده مليون جنيه هصرفهم كلهم على اصحابي على اي حد على لبس على مكياج على اي حاجه، فانا لازم الفلوس تروح تتحط في البنك اللي هو عند ماما واخد بقى ايه مصروف 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 ما اعرفش اعمل. وانت يا هدي؟ وانا ايه؟ الفلوس بتمثل لك ايه في حياتك؟ علاقتي بالفلوس ايه؟ زي ما شيماء قالت انا علاقتي بالفلوس امان. يعني ما انكرش بحب اتفسح والبس وكل حاجه زي، بس انا يعني انا بعتبر نفسي متوسطه في الحته دي. بس انا بحس بالامان وبعتقد ان احنا اللي بيبقوا عايشين ما عندهمش راجل يتكفل بيهم بيبقى دي علاقتهم بالفلوس، بيبقى كان القرش ده هو ده راجلك يعني. انا مش محتاجه مثلا انا راح اخلص مصلحه مثلا راح اخلص رخصه او راح اخلص حاجه في مكان حكومي، انت لو انت رايحه من غير راجل وانت ست ومعكيش فلوس هتقف هتتبهدلي وتتمرمطي، لكن لو انت داخله وانت معاكي فلوس وندهتي حد واديتي له فلوس هي صحيح. لا بس خلاص بقى انت وصلتي لمرحله ان انت لما بتخشي اي مكان بيضرب لك تعظيم. لا ماشي انا بتكلم عن حاجتك بتخلص. لا انا انا مش كشيماء يعني، لا بتكلم على الست عموما اللي ما فيش مثلا في حياتها حياتة. اب او اخ او جوز او في حد سندها ان هو اللي هيمشي لها الدنيا او بيشتغل فخلاص ان هي معتمده عليه، فهي دي الفكره. في بقى عشان نرجع للموضوع تاني، في نوع من الرجاله علاقتهم بالفلوس انها الوسيله لكل شيء واي شيء. اي حاجه في الدنيا يقدروا يشتروها بالفلوس، ضماير الناس، اخلاق، ستات، صحاب، شغل، ساعات
يعني علاقتهم بربنا استغفر الله يعني يشتروها بالفلوس، هم متخيلين كده انه ده مش صح. ففي ناس علاقتها بالفلوس ان هي متخيله الفلوس دي هي اللي هتفتح لهم السكه لكل حاجه في الدنيا، ودي عموما بتبقى الراجل من النوع ده بيبقى راجل يعني بيتعامل مع الاشياء على انها بضاعه. على فكره كل الناس بالنسبه له بضاعه بتباع وتشترى. على فكره ايوه فعلا بيشتري علاقته بربنا بالفلوس، ان هو بعد ما بيهيس السنه بحالها بيقول طب انا هروح الحج بقى، طب انا هطلع عمره، ويحس ان هو راح غسل ذنوبه. لا طبعا ويرجع يكمل ما هو خلاص ما هو لا احنا مش برضو بنقول ان احنا مش بنكلم حد معين، احنا بنخاطب فئات معينه ومختلفه. في رجاله فعلا متخيلين ممكن يشتروا كل حاجه بالفلوس للاسف. نشوف التقرير ونرجع على طول. ملهاش اي علاقه، يعني الرجوله حاجه والفلوس حاجه. الموضوع ملوش علاقه بالرجوله. لا هي ملهاش اي علاقه، لان الرجوله هي عباره عن احتواء فكر ومشاعر، انما ده مش معناه ان الراجل ما يصرفش على البيت. وي دونت كير اباوت ماني، يعني مش لازم يكون الراجل يكون معاه فلوس يقعد يجيب لي جيفتس اند ستاف، عشان مش هتفرق في الاخر. فاحنا المشكله وصلنا لزمن تمام انه بقى الملال هو مقياس كل حاجه بالدنيا. يعني الرجوله برضو ان هو يخاف عليكي، ما يقولكيش حاجه تضايقك كده، يعني راعي ربنا فيكي كده يعني، بس لكن مش فلوس يعني خالص. الرجوله والفلوس بيكملوا بعض. لا الرجوله عمرها ما كان ليها علاقه بالفلوس. هي الفلوس ملهاش علاقه بالرجوله، ودي بتبقى حاجه راجعه للشخصيه او للبني ادم. ما فيش علاقه بين الرجوله والفلوس خالص يعني. يعني انا بقيم شاب او بقيم بني ادم بقيمه هو معاه فلوس قد ايه، ما بقتش بقول ده كويس، ده متربي، ده متعلم، ده معاه كام. يعني مش عشان راجل لازم يكون معاه فلوس، مش شرطه خالص. الرجوله مواقف يعني مش فلوس خالص. انت مش راجل اصلا، الرجوله قلب ومواقف. في الراجل اللي بيتعامل مع الفلوس او مع الناس على انه معاك قرش تسوى قرش، وده الراجل الحيزبون اللي هو انت اديت له كذا هيمشي لك المصلحه، ما اديتلوش انت في حياته كانك مش موجود. وهنا تحضرني اغنيه الفنان الجميل، طبعا انتوا عارفين لازم كل حاجه نوثقها باغنيه طبعا، محمود الليثي، الاغنيه الجميله اللي بتقول فلوس تعلي توطي تعري تغطي وتخلي كل الناس حواليك. اتفضل. يعني في اخر الفقره عايزين نقول حاجه، انه الفلوس شيء مهم جدا في الدنيا، والراجل بالذات علاقته بالفلوس بتبقى علاقه اقوى كتير من الست، عشان هو اللي بيشتغل وهو اللي بيصرف المفروض وهو اللي بيعول الاسره والولاد. بس عايزه اقول لك حاجه يا رجل، انه الراجل عمره ما بيبقى بالفلوس. شفتي هتقول له حاجه يا رجل؟ يا عزيزي انت يا امراه لا تنظري الى التلفاز اضلقي يا حتى لا تسمعي هالكلام. ايه الكلمه اللي قلتيها في اخر تمن عايزه اقول لك يا عزيزي يا رجل وبرها. تمن انا بس عايزه اقول لك ان الاعداد هو اللي كاتبها وانا ما رضيتش ازعله. والله العظيم ما اقدرش اقول للاعداد لا، انت عارفاني انا مطيعه مطيعه خالص. طب يا عزيزي الرجل، في نهايه الفقره عايزين نقول لك انه الراجل ما بيتقيمش بالفلوس. انت راجل باخلاقك بكلمتك بمواقفك برجولتك، مش بالفلوس اللي في جيبك. الفلوس دي رزق من عند ربنا، الفلوس دي بتروح وبتيجي، خلي علاقتك بالفلوس علاقه سويه طبيعيه عشان تقدر تعيش حياه طبيعيه سعيده. نطلع فاصل ونرجع نكمل. استنى فاكرين السوشيال ميديا وتعالوا نشوف اول صوره. ده منبه بتظبطيه عشان يصحيكي، وبيعمل لك القهوه او النسكافيه بتاعك الصبح، بس انت قبل ما تنامي مطلوب منك ان انت تحطي له القهوه وقد ايه سكرك وقد ايه اللبن، بس كده. طب ما هو يحفظ، هو هيقرفني. طب هو بيصحيني ازاي يعني؟ انا مش فاهمه. يا سلام، بتقومي تلاقي كل حاجه جاهزه. لا ماشي، بيرن يعني بيرن. بيرن ما هو بيرن بيرن موسيقى بقى لطيفه، فانت تروحي تصحي بقى تلاقي بقى الحاجه بتاعتك المشروب بتاعك المفضل مرزوق جنبك. يعني يرن موسيقى لطيفه وهو يروح محضر الكافيه. مش لازم موسيقى، ممكن يبقى الصوت التنح اللي هو اللي كان بيقرفنا زمان ده تتتتن. وبعدين تصحي بقى تلاقي القهوه معموله. كنت بسمع الصوت ده في شقق العماره كلها، واحنا وحياه ربنا كنت اصحى مثلا الساعه 6 الصبح عشان رايح المدرسه، فتتتتن بتاع اللي هو جالك الموت. فتسمعي بقى 6 و10 عند جيراننا تتتتن. الصوت ده بالنسبه لي يعني عذاب.
هو المنبه منبه سخيف، لو عمل قهوه، لو عمل حمام محشي، لو عمل اي حاجه هو سخيف. حتى تليفوناتنا دلوقتي لما بنظبطها برده وبتعمل لها مثلا رينج معينه بتكرهيها، يعني النغمه انا اي حاجه تصحيني، اي صوت يصحيني بيضايقني. وانا والله صح. طب تعالوا نشوف الصوره اللي بعد كده. يلا. دي عربية في السين بترش مية معطرة لا هي بترش معطرة. عطر علشان الموظفين وهم رايحين أشغالهم يعرفوا الله. يبدعوا كل واحد يبدع في صنعته. احنا عندنا أختها على فكرة بس بتاعت الناموس، هي ترش الناموس انت تتولي روحي الشغل عاملة دماغ مش بتموت الناموس بتنعشه. أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي، احنا عندنا وفي عربة الجاز وفي عربة لا بجد اسالك سؤال يا ستات، لا تمشي توقع النعاس لا بس استني يا ستات عايز اسالك سؤال دلوقتي. ستات بيبقى. مين؟ انا بنات يا ماما ولا ستات؟ لا بس انت في الاول في الاخر امراه سيده. ايوه تقولي لي يا امراه. يا امراه عايز اسالك حاجه يا امراه. اتفضلي يا رجل ماذا تريد ان تقول لي؟ هما حاطين لنا الصوره دي. لا اريد ان استمع اليك، فامي قالت لي لا تتحدث مع الغرباء. كل ده غرباء؟ الحلقه 122 غرباء. اقصد الغربان. لا بجد هما حاطين لنا الصوره دي عشان يعقدونا، عشان يذلونا. في اي تشابه ما بين شوارعنا وشارع السين او في احتمال ده يحصل في حياتنا؟ مش هو واحد دي نفسنا، مش البرنامج اسمه نفسنا، انت مش قادره تفهمي. احنا بننفسن على الصين. هو يجيب لك ده فانت تنفسني وتجزي على الصين، فتروحي ما تعرفيش تعملي حاجه، والبلد بتاعت مش بتتغير ولا هتتغير. تولع بقى من عينينا. فانت تروحي بقى من نفسنا ومنفسنا على زمايلنا. ايه العربيه اللي بترش المعطر؟ وايه العمارات دي اصلا اللي بترش؟ وايه الناس اللي قد كده دول؟ واحنا قد كده دول؟ الناس اللي عينينها طب واحنا عينينا عامله خلاص انا اسفه انا اسفه. السين ولع بالفيديو، انزلوا لنا بالفيديو قبل ما تولع السين، يلا. واو Ja, danke für die schöne Einladung. Ja, du, mir hat auch total gut gefallen. Das ist mein Taxi. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und war einfach mal das für dich bald wiederholen, ja? Ja, sehr gerne. Okay, dann tschüss. Hättest du so ausgerechnet jetzt für regnen müssen, ja? Warte mal, ich gebe dir meine Jacke. Danke. Moment. يا جاك يعني يا جاك. دي طبعا هحكي ايه اقول ايه؟ ما هو الفيديو باين ان ما عندهاش دم ولا احساس، وانا مش يعني بجد ولا داية ما تستاهلش ضفره. عملت ايه؟ والله ما شفت الفيديو. يا بنتي قلع الجاكيت هو عشان الدنيا بتمطر، فقلع الجاكيت عشان تحطها على كتفها وهي خارجه، فهي مش عايزه تحطه على كتفها، هي مش عايزه تدوس على الارض وفيها ميه، الشوز ما يتبهدلش، فراحت حطت الجاكيت على الارض ومشيت عليه عشان الجزمه بتاعتها ما تتبهدلش بالميه والمطر. وبعدين لما وصلت الناحيه الثانيه راحت راميه له الجاكيت، هو واقف عنده ذهول طبعا. لا عارفه والله كان عمل ايه، جابها من شعرها مسح دماغها كده في الارض في الميه الطينه بوشها ويخليها تعمل كده. لا وبعدين هو لا وبعدين هو سكت لها لغايه اما حطت الجاكيت على الارض ومشيت بيه الناحيه الثانيه واقف يتفرج عليها. ده ايه الهبل ده بجد؟ ولكن جابها من شعرها وقلبها كده. انا مش عارفه هو دي طيبه وزرعها في الارض. خلصت فكره السوشيال ميديا. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. استنونا. ورجعنا لكم مع فكره الضيف، وضيفنا النهارده ممثل وسيم وجان وكيوت وبريء، معانا حسام الجندي. عليكم السلام ورحمة الله. شباب
مبدئيا كده عشان الفرشه اللي انت فرشتيها. حسام متجوز وعنده بنتين ما شاء الله. اتبطي بقى. طب عملها امتى؟ ما يبانش عليك انت بقى، يبان سنك صغير قوي. ممكن اتجوز تاني يا شيماء مفيش مشكله اهو. كبس انا بحب الحجم ده خدي بالك. كبس 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 وجايب الحجم يعني مش عارف. تعالى لو مكانك استخبى تحت الكرسي يا مرات حسام. معانا ولا علينا يا مرات حسام؟ انا اتجوزت 2005 وعندي بنوته ليلي. ما شاء الله بقالك 11 سنه متجوز. ليلي 10 سنين ما شاء الله. وجات لي لارا بقى لها 10 ايام ما شاء الله. يا حبيبتي فرق كبير قوي بين بناتك. انا كنت ناوي بنوته واحده وخلاص يعني. انا كويس اني شغال الشغلانه دي واتجوزت اصلا. وكويس ان مراتك مستحملك اصلا. والله ف يعني لارا دي جت كده يعني ما كناش عاملين حسابها. احنا كنا هي بنوته واحده وخلاص. ليلي كانت كفايه. ربنا يخليك. على فكره يقول لك اللي ما خلفش بنات ما خلفش. انا بحب انا بدعي يا ربنا. ابو البنات دايما متدلع لان دايما بيدلعوا. في موزس بقى حواليا في ثلاثه بيدلعوك في البيت يا بنات. لا مراته خلاص بس هي بناته بقى بابي. لا هي الاساس. هي الاساس. قالت لك مراته خلاص ايش عرفك؟ 11 سنه بقى. طب حسام احنا كنا بنتكلم النهارده في الحلقه عن علاقه الرجاله بالفلوس. فهل شايف ان دايما مرتبطه شويه فكره انه الراجل لازم عشان يبقى راجل لازم يبقى معاه فلوس كتير؟ شايف كده ولا ملهاش علاقه كتير؟ لا يعني هو في الاخر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن لازم يبقى هو الراجل هو اللي بيصرف على البيت. لازم هو اللي يبقى مراته تحس ان في حمايه من ما انا قصدي بقى يصرف كتير بقى. لازم يبقى الراجل بيصرف كتير ولا لا يعني كتير عمال على بطال ده ملوش لازمه. يعني لا في برضه يعني في ليميت وفي هو دخله قد ايه وعكم بخيل. لا الله اكبر الحمد لله. ولا مبذرتش؟ لا انا مبذر جدا الحمد لله. لك ناس منافسين عليك في الوسط؟ هي مين؟ ناس. ليك ناس عجبتك؟ بدريه وهي فيديت. وهي ركيشه. ليك ناس منافسين عليك في الوسط؟ ها؟ انت عارفه الوسط بتاعنا هي العلاقة النفسانة دلوقتي. انا ليا رأي فيها يعني. النفسانة بقت راجعة ان ما بقاش فيه عدالة في الحياة. فبقى هو كل واحد نفسه يبقى كويس. في ناس مش عارفة تبقى كويسة فغصب عنه يعني الرضا قل عند الناس شوية. فبتحصل النفسانة. لكن في ناس طبعا يقول لك انا مثلا انا شايف نفسي راجل عمري ما شفت نفسي شكلي حلو زي ما بيقولوا. عمري ما شفت الكلام ده خالص. حتى في ادواري انا بقالي 5 سنين بعمل صعيدي. يعني فاهمه ازاي؟ هو في سعيدي قمر كده يا ناس؟ في والله. انت اصلا مصري؟ انا اصلا مصري. مفيش سنه تركي كده مفيش حاجه. في لا في انا اصلا يعني من سلاله محمد علي يعني. ده انت باشا بقى وابن باشا. في خراز السلاح باشا. يعني انت من الباني. الباني الاصل. الباني الاصل. الباني يعني بتاع البان ولا ايه؟ لا بتاع زبادي. الباني. قول لنا بقى ازاي قادر تعيش مع البانيا؟ اخت المانيا؟ هو في البانيا طلعوك كده وانا نايمه ولا ايه؟ يا لهوي. عايزين نسال الراجل الجغرافيا بعدين. البانيا؟ البانيا؟ لا بتكلم بجد. بجد ما تعرفيش ان محمد علي اصلا الباني؟ الباني؟ لا دي حس التاريخ، حس التاريخ. بتتعامل ازاي مع الثلاثه اللي معاك في البيت؟ منفسنين كده زي حالاتنا ولا اللي عنده واحده عندها كام يوم؟ 10 سنين. هي اكتر واحده منفسنا اللي عندها 10 ولا نوم ولا شرب ولا اكل ومامتها على طول عامله كده وحاجه يعني. ما تلاقيك بقى جاي من الاوردرات رايح اوردرات ومتابعات بنتك الصغيره؟ الكبيره بقى. الكبيره. الكبيره ما هي لسه برضه تعتبر صغيره. ليلي عندها 10 سنين بس هي ما شاء الله ذكيه زياده عن اللزوم ما شاء الله. كنت عامل مسلسل اسمه القاصرات. فالمسلسل ده بيتكلم عن وقت البنات يعني. فبس في اول حلقه بتشوف بنت بتنزل دم من هنا ده ايه ده؟ وشافت الجواز يعني خفت لا يجي لها صدمه في الاول. فابتديت افهمها بقى يعني. بس هو المسلسل كان المفروض لسن معين صح؟ هو طبعا ل 18 سنه. طب وانت ازاي سبتها تتفرج عليه؟ سبتها. لا انا عندي بابا بقى بيمثل في المسلسل فهي لازم تتفرج. ما بيبقاش عندهم ممنوعات يعني وخصوصا ولاد الممثلين. انا قصدي بصي انا قصدي بس انه كانت مثلا تتفرج على مشاهد لان المسلسل فعلا كان فيه مشاهد صعبه شويه بصريا على اطفال ان هم يستحملوها. انا بنتي ايباد 24 ساعة وبتخش على مليون حاجة. أنا لما ببقى بعمل حاجة بستعين بيها يعني هي معايا جوجل من 3-4 سنين كده. فما أقدرش أقول لها شوفي إيه وما تشوفيش إيه. لا تشوف ونتناقش.
واقول لها طب فكري يعني لما شافت كده رديت عليها قلت لها ما هو ما ينفعش بنت صغيره تتجوز وما ينفعش بنت صغيره تحب ما ينفعش يعني كان في حاجات كده عشان ما تعقدهاش من الجواز صح. لازم البني ادم يكتمل ويجي في الوقت المناسب ويتجوز ولكن ده غلط احنا عاملين المسلسل ده عشان نقول ان ده غلط فتم الحمد لله فهمت ده على فكرة أنت كان عندك أخوات بنات ولا أنت وأنتوا بس؟ عندي بنتين. طيب عايز أسألك سؤال أنت عندك بنتين أختين وعندك بنتين بنات ربنا يخليهم لك لكن لو واحدة من بناتك جات قالت لك مثلا أنا مثلا بحب زميلي أو أنا أو عرفت أنها على علاقة مثلا بحد معها في الجامعة بتحب حد معها في الجامة مصاحبة يعني عشان بقى من عصر حط بقى في ردي يا سعيد مصاحبة ردي يا سعيد هتعمل إيه؟ بص ده من التربية من الأول يعني هو ده ممنوع يعني حتى مع اخوات انا مجوز بنتين انت فاهمه اخواتك البنات هم اصغر مني انا اكبر حد في الاسره يعني فالبنتين دول اتربوا على ان مفيش حاجه اسمها عندنا مصاحبه مفيش ولد يتكلم في التليفون لكن احنا بنتعامل مع بعض وفي وقت معين هو اللي نبتدي نفكر فيه ازاي يبقى عندنا علاقه وانت عملت كده مع مراتك انا عملت كده مع مراتي طبعا يعني انت ما اتعرفت عليها وبعدين انا اتعرفت على جدة في الجامعه رحت خطبتها حتى كان كل الدنيا ضد وزملاء كتير ولاد؟ عندي ولادي اتجوز واحد متجوز واحد لا احجز ده عنده كام احجز سبتيني كده بعتيني في ثانيه اديك على طول الفلوس دلوقتي شيلي منه واحد على يعني لونك واحد بس على بس القطعيه زي القطعيه ما ممكن يبقى الاخ مختلف عن اخوه مش مهم حتى لو يعني الباني 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 طبعا مش اخوه خلاص لباني فانت ضد بقى خالص ضد طبعا مفيش حاجه اسمها مصاحبه ديت مصاحبه دي انا اللي مرضوش على نفسي مرضوش على غيري بس جيلها هتبقى ايه بقى زي جيلك تفتكر بصي انا بنتي دلوقتي 10 سنين وهي في مدارس الاي جي والحاجات وكده ففي عندهم صحابها اللي لسه كانت في النادي دلوقتي وبتعوم وبتاع وكده صحابها عادي هو البني ادم ليه بيروح يقول لك انا مصاحب احنا تربينا في مدارس حكوميه ما كناش بنشوف البنات اللي في الثانوي مفيش اختلاط بتاع لكن دلوقتي الولد متوفر وموجود عمرها ما عندها حيز اللي هو ايه الانبهار او الاكسايتمنت الفظيع ان في ولد في المحيط الله عليك لكن بعد كده خلاص يعني هيجي بقى الوقت اللي البني ادم ده انا حبيته كان على ايامنا في المدرسه اللي جنبنا اولاد تحس ان احنا حب في الزنزانه أيوة. اللي ساعه الفسحه مش فاهم ونخرج نجيب دوم كده وتفاح يعني شويه ايه الحدث في كده يعني ايه الحدث ان هم اولاد وبيبصوا علينا واحنا بنات بنبص يعني ايه عشان المعجزه ممنوع مرغوب ممنوع مرغوب فلا ده متوفر عندها اصحاب شباب صحاب اللي هم مع بعض على مستوى الدراسه بيقول لك صاحبي ده اللي هو في المدرسه المصطلح نفسه مش معناه صاحبي معناه ان صاحبي زميلي معايا في المدرسه انا زرعت ده في اخواتي وزرعت ده في بنات في بنتي دي ليلي ان لا انت في وقت للحب زي ما في وقت نمسك التليفون زي ما في وقت نمشي فيه زي ما في وقت تبتدي تخش المطبخ وتعملي حاجات مع ماما وحاجات وكده يعني كل حاجه بوقتها هي قاعده مستنيه الوقت تقعد بقى تستنى الوقت ودي حاجه في علم النفس يعني انت اكيد قرياها انك انت لازم يعني ما تمنعيش حاجه ادي لها ليميت لا تنست مع الوقت اللي هتبتدي يجي وقتها يجي وقتها فعلا بس صح طب انت ايه اكتر دور بنتك بتحبه لك مسلسل اسمه رمانة الميزان عشان كنت عامل حد غلبان وبيتهته كده وبتاع فهي فصعبت عليها كانت تعيط فهي بتحب المسلسل ده ومراتك ايه اكتر دور بتحبه لك اول دور عملته كان يوسف السباعي كان قصه حياه يوسف السباعي انت كنت ارتبطت بيها وانت لسه ما كنتش بتمثل لا كنت مثلت كنت عملت دورين ثلاثه كده وارتبطت اتخطبنا 6 شهور واتجوزنا يعني. هي بقى حبت النجم ولا حبت الشخص اللي قدامها لا هي من تالتي تانية يعني هي دماغ تانية خالص هي مصرية؟ مصرية غدا كلية حقوق محامية اشتغل؟ لا ما بتشتغلش في ولاد وفي حاجات اشتغلت أول الجواز لكن دلوقتي بقى لها فترة يعني خلاص تمام بقى نركز في ولادنا وحاجات وكده دماغها مختلفة عن إنها تقول أنت هو ايه السؤال؟ انا فجاه انه اكتر دور مراتك بتحبه هو هو يوسف السباعي لا سالت سؤال بعده وانا نمت شويه هي حبت النجم انت تاكلي فسيخ وانا انسى هي غاده
حبت النجم ولا حبت الشخص اللي كان قدامها. انت عارفه يا بدريه الواحد بياخد فتره كبيره قوي عقبال ما يوصل لكلمه نجم ديت. احنا قعدنا فتره كتير نمثل لحد ما الواحد يعني كنت ممكن الواحد بيستلف فلوس علشان يبتدي ينزل يقابل خطيبته، فهي بالنسبه لها الموضوع ده مات. يعني ان ده نجم، النجم ده ليه مواصفات تانية خالص. ده اللي نجم بقى، العربيه البورش مش عارف عامله ازاي ده. لكن احنا في الاول يعني نحتنا في الصخر علشان نبقى. انت كنت بتقول لها ان انت السلف عشان تقابلها؟ لا طبعا ما كنتش بقول. انت عرفتي يا غالي بيستلف مني يا غالي. بس بعد فتره بقى ابتدت تحس بقى الاحساس ان لما ابتدت في بقى في معجبات وفي معجبين وفي ناس تحبني في ناس توقفني بقى خروجنا مع بعض قليل ويبقى بالليل قوي وحاجات وكده، لكن اكتر الوقت ببقى انا واصحابي. بتغير؟ كان في الاول بتغير وبعدين حطيت ليميت لدوت. يعني انت كل حاجه حاطط لها ليميت، مش السيد انت برضه؟ لا صح؟ مش السيد، على قد ما هو ايه، انا ما يعني في حاجات ممكن تتفهم غلط. انا ممكن اعمل يعني حد مثلا قال لي كلمه حلوه في واتساب او في فيسبوك فانا دخلت رديت بشياكه. يعني انت فاهمه ازاي، لكن ما اخشش، مش بحب في التليفون. فممكن ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي، فحبيبتي دي ممكن هي تفهمها انا حبيب، هيبقى انا حبيت مصر كلها. فمن الاول كده بلاش التليفون ده انت مسكيه، زي انا عمري ما اروح امسك تليفونها. يعني السيد ده لا ما يبقاش معاكي تليفون اصلا. يعني ما لازم يبقى سايب لها المساحه. يعني المساحه دي برضو اللي بتدي الاخر تنفس وتدي للاخر ان في ثقه. فبيحصل صح. احترام للاخر صح. لكن صح. انا اعمل كده قولي. حسام انت رزين قوي قوي قوي، يعني عايز اعرف انت ما عملتش كوميدي قبل كده دور بقى كده مجنون حاجه؟ ايه عملت كان سيت كوم اسمه نص انا ونص هو مع عبد الكريم. ايوه صح صح. ده كان وكذا حاجه عملتها صح. ما تعرضتش لموقف محرج وانت خارج كده مع مراتك؟ تعرضت. ايه بقى؟ لا هي كانت جت يعني جت تعديت عليا تاخدني باللوكيشن، فانا كنت واقف قدام قوات مسلحه التصوير اللي هو بتاع الطيران ده اللي احنا بنصور فيه ده عند سيت ستار. ففي بنت مجنونه كده جت بستني من بقي كمان. الله ربنا. لا والله فتح انا اتحركت جدا، بقيت واقف. وقفت ولا جريت؟ جريت. يعني بستت وجريت. بنات ثانوي دي عارفاها؟ لا مش عارفه. يا نهار ابيض. لا ما اعرفهاش. الجيل اتغير قوي يا بدريه على ايامنا. ده الجيل ده انا اخر كنت بحضنهم وانا ايه ده؟ ده كان موقف يعني ده اكتر موقف محرج اتعرضت له وما فهمتش حاجه، عارفه زي اللي سرق موبايلك وجري كده فجاه وهي واقفه. ده تحرش يا بيه. تحرش رسمي. وهي عملت ايه؟ مفيش حد عمل حاجه. هي الخطفه كانت سريعه. يعني ايه ده؟ ذهول. في ذهول حصل وانا ما بقتش فاهم حاجه يعني. من ساعتها بيروح عند المكان ده ويقف يعمل كده. انت ايش عرفني؟ حسام انت نورتنا ولا زعلنا قوي؟ كاتش. لا بجد يا حسام انت مفاجاه، لان احنا ما كناش متخيلين ان انت فاكك ولذيذ وجريء. لا راجل 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 ليميت. تمام. تسلموا كلكم وبرنامجكم دايما ناجح يا رب ان شاء الله، ودايما متالقين ومنورين كده وانتوا قابل حلوه قوي. ميرسي. تحياتنا لمراتك والبناتك اللي زي القمر. ربنا يخليك جميله ومتغيده وبنوتك الصغنطوطه. واحنا اللي ميرسي جدا انت نورتنا.